تتميز محافظة الحرث التي تقع في منطقة جازان بتنوع تضاريسها ومناظرها الخلابة وجوها الجميل شتاء، والعديد من المواقع الأثرية بالإضافة إلى سوقها الشعبي الشهير. نتابع. تقع محافظة الحرث جنوب شرق مدينة جيزان وحاضرتها الخوبة، سميت بالحرث نسبة إلى قبائل الحرث التي تسكنها. أسست إمارتها مع بداية توحيد المملكة العربية السعودية عام 1353 هجرية. عدد سكان محافظة الحرث يتجاوز 50,000 نسمة، ويتبع لها مركز الخشل، وتضم الكثير من القرى التي تنبض بالحياة والتنمية والازدهار. تسمى الحرث معشوقة الغيم والمطر لكثرة الأمطار التي تشهدها على مدار العام، وتشتهر بتنوعها الزراعي الفريد وأرضها الخصبة وتوفر المياه الجارية التي تتكع على الجبال السعودية السامقة على حدود الوطن الجنوبية. وتمتاز الحرث بمجموعة من الأودية العملاقة التي تتدفق باستمرار لتروي المزارع وتسقي الحقول التي تنتج أصناف متنوعة من أجود أنواع الحبوب والفواكه والخضار. غطاء نباتي كثيف وطبيعة خلابة ونباتات عطرية تفوح بعبق المكان وطيور متنوعة تحلق في سماء الحرث وتضفي على الجمال جمال. هكذا هي أرض الحرث، كريمة تستقبل عشاق الطبيعة بالعيون الجارية والمرتفعات الخضراء والأجواء الماطرة في رحلة سياحية تأخذك إلى عوالم من البهجة والسرور. نزهة على ضفاف أودية الدحن ودهوان وخلب ولية وذهبان، إنها الحرث عشق فلاح للسيل والوادي، وأغنية راع على لحن مزمار تصدح بأعذب كلمات الحب والوفاء من آخر نقطة على حدود الوطن. عبد الله الفيفي، محافظة الحرث. إذن كما شاهدنا مشاهدينا من محافظة الحرث هذه المناظر أو المواقع الطبيعية الجميلة، نتحدث عنها بشكل موسع مع ضيفنا من استديوهاتنا في جازان الإعلامي عبدو علواني. أهلا بك أستاذ عبدو، مساء الخير. خلينا نتعرف معك أكثر على هالمحافظة الجميلة والرائعة كما شاهدنا أستاذ عبدو. أهلا أخي الكريم، أمسي عليك وعلى الإخوة المشاهدين في قناة الإخبارية. وهذا الموقع الجميل في محافظة الحرث كما هو شاهده المشاهد، محافظة الحرث محافظة جميلة وفيها مناظر بكر جدا للمستثمرين والسائحين. كما تعلمون أخي العزيز أن محافظة الحرث تقع في الجزء الشرقي الجنوبي لمدينة جيزان، وتبعد حوالي 100 كيلو عن المنطقة. أيضا هذه المحافظة تحظى باهتمام كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وأيضا بمتابعة من سمو أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر وسمو نائبه، وأيضا بمتابعة ميدانية من محافظ الحرث. وتشهد هذه المحافظة نهضة كبيرة في شتى المجالات، نهضة العمرانية وأيضا النهضة التنموية والمشاريع الكبيرة. جميل. هل تعتبر المحافظة فيها خلينا نقول أراضي زراعية أستاذ عبدو؟ أبرز المحاصيل اللي ممكن تنزرع في المحافظة؟ نعم، المحافظة طبعا من المناطق الخصبة الزراعية، حيث تضم أكثر من 5 أودية، وهو وادي الدحن ووادي دهوان ووادي خلب ووادي ليه ووادي المغيال أيضا
وهناك عديد من الشعاب التي تصب في هذه الأودية، وهي تقع على ضفاف هذه الأودية وبها أراضي خصبة جدا. طبعا النشاط السكاني، النشاط الاقتصادي للسكان، هم أيضا دائما يعتمدون على الزراعة والرعي كما كان هو مشاهد في المشهد. الزراعة في المحافظة تعتمد على الأمطار الموسمية، وهناك ثلاثة مواسم من الأمطار، وهو موسم الصيف وموسم الشتاء وموسم الخريف. وهذه المواسم كلها يعتمد فيها المزارع في المحافظة على زراعة الذرة الرفيعة والدخن وبعض المنتوجات الزراعية الأخرى. نعم، جميل. أبرز المواقع الجغرافية أستاذ عبدو اللي يزورها الناس لما يزورون المحافظة، محافظة الحرث؟ تمتاز محافظة الحرث بمواقع سياحية جميلة مثل العيون الحارة، وهي عيون تمتاز بمعالجة الأمراض الجلدية لكون مياهها كبريتية، وأيضا يقصدها السواح من جميع مناطق المملكة وخارجها نظرا للاستشفاء من الأمراض الجلدية. أيضا بها العديد من الحدائق والمتنزهات الجميلة، وبها أيضا من الهضاب والمرتفعات والأودية الخلابة ذات المناظر الجميلة التي تنبت على ضفافها جميع النباتات العطرية والنباتات الرائعة الخضراء دائما على مدار العام. نعم، نعم. وهي أيضا بحاجة إلى لفتة. نعم، جميل. عبدو، كنت بسألك السؤال، يعني وش ينقص المحافظة أنها تكون رائدة في المجال السياحي، تستقطب الناس من كل مكان يجون يزورون المحافظة؟ إذا كنت التقيت بحد أحد من السياح اللي زاروا المحافظة، تحدث لكم عن أبرز الأشياء اللي ممكن تنقصهم أثناء زيارتهم في المحافظة. نعم، حقيقة المحافظة محافظة بكر وفيها مواقع خلابة وجميلة تحتاج للاستثمار السياحي، سواء كان في جوانب النزل الريفية أو الفنادق أو المطاعم أو أيضا تطوير المنتزهات الجميلة في المحافظة وجعلها منتزهات يقصدها السائح على مدار العام كونها مواقع بكر. ودائما السواح الذين يصلون إلى المحافظة دائما يسألون عن الأشياء التي مثلا تخدمهم في المحافظة، كالفنادق، كالمطاعم، مثلا الأشياء التي مثلا يحتاجها السائح هناك. جميل، يعطيك العافية. نعم. ضيفنا من استديوهاتنا بمنطقة جازان الإعلامي عبدو علواني، متحدثا عن محافظة الحرث وهي إحدى المحافظات التابعة لمنطقة جازان.